شايفين الحقيقة انه كانت من ضمن المشكلات اللي عندنا ان احنا دايما كنا بنسمع عن مجموعات من الشباب المصريين اصحاب مبادرة او مشروع ناشئ او حتى ابتكار تكنولوجي مهم، لكن للأسف بعض التجارب دي ما كانتش بتكمل لعدم وجود جهة راعية. يعني ما كانش عندنا مشكلة في الطاقة البشرية، كان عندنا مشكلة ان هم يعرفوا يتوجهوا فين وهذه الجهات تاخد خطوة عشان تقدر تساعد الشباب دي. عشان كده تم إطلاق مسابقة المبتكرون بمشاركة ثلاث جهات بحثية. خلينا نعرف أكتر عن هذه المسابقة من دكتورة غادة عطا، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير. أهلا بيك. صباح الخير يا دكتور. يعني دي نقطة مهمة جدا، فكرة ان الشباب يجدوا ملاذ او يجدوا مكان يقدروا يتقدموا فيه ويقدموا فيه ان كان مبادراتهم مشروعاتهم ابتكاراتهم، دي حاجة مهمة جدا وخطوة مهمة جدا. عايزين من حضرتك تعرفي السادة المشاهدين ايه هي هذه المسابقة، ايه اللي بيحصل فيها، يعني قولي لنا بعض التفاصيل. والله هو حق الشباب علينا ان احنا ندعمهم، حقهم علينا ان احنا نوجههم، نوريهم الطريق الصحيح. الزمن اللي جاي اللي هيتميز فيه هو المبتكر، هو صاحب الفكرة الإبداعية. صحيح. فبالتالي لازم ندور عليهم، مش ندور وبس، احنا كمان بندعمهم ونأهلهم عشان يبقوا مبتكرين. ممكن واحد ما عندوش الفكرة ان هو ممكن يبقى مبتكر، لكن انا لما بدربه وبأهله لكده بلاقيه بيجيب معايا وبيبقى حاجة. عشان كده مكاتب نقل وتسويق تكنولوجيا تايكوس في ثلاث جهات بحثيه: الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مركز بحوث الالكترونيات، مركز القومي للبحوث برعايه اكاديميه البحث العلمي، عملنا مسابقه المبتكرون. المبتكرون هي مسابقه للافكار المبتكره اللي بتخدم المجتمع في التنميه المستدامه لمصر 2030. فالفكره ان انا عايزه احل مشكله مجتمعيه بفكره مبتكره. يعني هذه الافكار في شتى المجالات ولا في مجالات بعينها؟ لا، شتى لازم المجالات. تخدم المجتمع. لا، مجالات مختلفه. في مجال الثلاث جهات بحثيه، ودي كانت الفكره ان احنا وسعنا النطاق جدا في الاستشعار عن بعد، نظم معلومات جغرافيه، علوم الفضاء، الالكترونيات، الاتصالات، النانو تكنولوجي، البايوتكنولوجي. وسعنا نطاق المجالات اللي ممكن الولاد يشتغلوا فيها، سواء صغار باحثين، صغار شباب، طلاب جامعه. حقيقي عملنا نطاق كبير. تقدمت لنا حوالي، احنا فتحنا المسابقه شهرين، تقدمت لنا 27 مجموعه. يعني الفكره المبتكره مش لواحد، لا، هو مجموعات عمل. كم تقريبا متوسط المجموعه يا دكتور؟ من 3 لـ5 تقريبا. يعني مفيش افراد يا دكتور؟ لا، مفيش افراد. الفكره في الانتجريشن، بالعكس احنا كاتبين في المسابقه كمان ان كل ما انت عملت انتجريشن بتخصصات مختلفه كل ما فرصتك في الفوز تكتر. ليه؟ لان انت عندك امكانيات ثلاث جهات. فالولاد دي المفروض ان هم مقدمين افكار. الحقيقه احنا هنعمل لهم، عملنا اول ايفالويشن، الثاني ايفالويشن الاسبوع ده ان شاء الله هننتقي منهم 15 مجموعه. ال 15 مجموعه دي هنأهلهم وندربهم ايه هي رياده الاعمال، ايه الستارت اب، ازاي يعمل لنفسه بزنس موديل، ازاي يواجه السوق، ازاي يتعامل. يعني الفكره احنا كجهات بحثيه بنتعامل مع الابحاث العلميه، لكن ما تعامل لسه بنخرج للمجتمع. انا كويس قوي وهايل ان انا اعمل بحث علمي يعمل لي رانك الدولي، هايل، لكن كمان لو حققت بده خدمه مجتمعيه فده حاجه قويه جدا. صحيح. حاجه تساعد على التنميه المجتمعيه. تمام. فدي حاجه كويسه. وفكره رياده الاعمال والستارت اب دي فكره يعني دلوقتي سايده في كل العالم. الحقيقه كمان فخامه رئيس الجمهوريه كان عامل ريكومنديشن بدأ بشكل قوي لرياده الاعمال والستارت اب وتشجيع الشباب عليها في مؤتمر الشباب اللي فات. فالحقيقه الدعم كبير جدا من كل الهيئات، سواء كانت الاستشعار بقياده رئيسها الدكتور محمد بيومي زهران، مع البحوث الالكترونيه الدكتوره شيرين عبد القادر، المركز القومي للبحوث الدكتور محمد هاشم. طيب دكتور، يعني لو حضرتك هتشرح لنا كده على سبيل المثال مشروع كسب، هو بدايه فيه مشروع واحد بس اللي بيكسب ولا ممكن عده مشروعات؟ لا، احنا هنعمل كذا مشروع. والفكره في مش في انه يكسب وياخد جايزه ماليه رمزيه. الفكره ان اللي هيكسب هيحصل له احتضان. هي دي بقى النقطه اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك عليها. ازاي ده بيحصل؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا كهيئات بحثيه لينا امكانيات،
لينا كل هيئه بحثيه فيها مكتب تايكو ومكتب رياده اعمال تابعين لاكاديميه البحث العلمي. بناخد الافكار دي اللي تنفع منها، اللي ممكن نعمله براءه اختراع نساعده ان هو يعمل براءه اختراع، نساعده ان هو يعمل بروتوتايب، نساعده لو هي ويب ابلكيشن نساعده ان هو يعمل حمايه فكريه ليها، لو هو مشروع تطبيقي نساعده نديله امكانيات ان هو يعمل مشروع تطبيقي، اللي ممكن يطلع منها بحث علمي في مجله دوليه بنساعده في ده ونقدم له الدعم والامكانيات لده. فاللي ممكن ينفع ان هو يبقى شركه وستارت اب بندخله حاضنه من حاضنات التكنولوجيا للثلاث جهات، وبنبدا ندعمه ونحتضنه ونديله قيمه ماليه عشان نساعده لغايه ما يوصل ان هو يبقى شركه تقف على رجليه. نعم. فاحنا الاتجاهات كتيره قوي، احنا مش هنسيب الناس دي، هنفضل معاهم لغايه ما يوصلوا لبر الامن. طيب دكتور، انا عندي سؤال مختلف شويه. تمام. يعني احنا النهارده اهلنا وساعدنا مجموعه من الشباب في اكثر من موديل تقريبا، اللي هو يبقى قادر على تحقيق حلمه، وان النموذج او الاختراع او الفكره بتاعته تظهر للنور ويتحقق استفاده كبيره. تمام. لكن في مجموعه اخرى من الشباب قدمت وكانت عندها اقدر اقول البذره او النواه، ازاي اقدر ان انا ارعى هذه البذره والنواه برضو ايضا، يعني لا اغفل حق هؤلاء في فكرة اللي أنا أحتضنهم من خلال مثلا ورش عمل أو غيرها من النماذج الخاصة بالاحتضان لتنمية الموهبة اللي موجودة عنده؟ ما هو شخص بيفكر وعنده يعني هدف عاوز يكون في يوم من الأيام حاجة. تمام. هو في حاجتين، الحاجة الأولانية مكاتب ريادة الأعمال اللي عندنا في الجهات بتاعتنا بتعمل دايما ورش عمل تأهيل. من خلال ورش العمل دي بنطلع منها مجموعات برضو بيبقى عندها أفكار ابتكارية، بنحولها للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي أو للحاضنات التكنولوجية في مجال عندنا في الهيئة كده أو كده. ثانيا يعني إن إحنا بندربه من أهلهم، لو في فكرة حاسين إنها فيها قصور محتاجة دعم فإحنا بندي برضو من خلال ريادة الأعمال بندي ورش عمل وتأهيل، عشان يعني ممكن يبقى حد داخل في فكرة ونغير له الفكرة خالص. نقول له لا، انت لو اتجهت الاتجاه الفلاني هتبقى احسن، يعني ما فيش حد خسران. لا، وبعدين ممكن نضيف له تخصص، يعني نقول له والله لا، انت التخصص بتاع ده محتاج حد لو دخلت فيه جزء ذكاء الاصطناعي او تعاملنا مع حد في معهد بحوث الالكترونيات فالفكره هتبقى اوقع واكبر، فاحنا ممكن نتجه ونستعين. والحقيقه كل الناس متعاونه في كل المكاتب بصراحه. طيب دكتور، يمكن حضرتك اتكلمتي انه من شروط المسابقه او تقدم المسابقه فكره الانتجريشن او ان يكون مجموعه في اكتر من تخصص، ايه تاني شروط المسابقه او شروط التقدم للمسابقه، وازاي لو حد عايز يتقدم يتجه لفين او يعمل ايه؟ هي المسابقه كنا عاملينها على الفيسبوك وممكن نشرناها على 3 جهات بحثيه ونشرناها في الجامعات المصريه. احنا كنا حاطين شرط في الاول ان لازم يبقى الباحث الرئيسي او الباحثين من جوه الهيئه. حضرتك بتقولي كنا عاملينها، فافهم من كده اللي هي المسابقه يعني خلاص تم غلق ابواب الطرح، بس هل في فرصه ل يعني نقول نسخه جديده منها؟ اكيد اكيد. احنا يعني دي بالنسبه لهيئه الاستشعار دي ثالث مسابقه تعملها على مستوى، يعني تقريبا كل سنه بنطلق مسابقه ابتكاريه من خلال اكاديميه البحث العلمي. وكل مره بنحتضن الفكره وبنوصلها برضو ان احنا لغايه ما تقف على رجليها. فاحنا على طول المسابقات دي شغاله، بس هي كانت الفكره المره دي ان هي انتجريشن بثلاث جهات بحثيه. نرجع لسؤال جمانه برضو، اتابع على ايه والمعايير؟ المعايير احنا كنا حاطين، هي اهم حاجه المعيار الاول ان هي تبقى فكره ابتكاريه، المعيار الثاني هو تخدم المجتمع، مهم جدا. احنا كنا حاطين معيار ان هي تبقى من جهه بحثيه، بس الحقيقه ايه، طلبت الجامعات مقدمين افكار حلوه قوي، فقلنا لا يعني نفتح المجال لكل الناس. في ناس مقدمه في الفي ار تكنولوجي، طلبت كمبيوتر ساينس، في ناس مقدمه حاجات زورق بيتتبع التلوث البيئي في البحر اللي هي نقاط النفط، في ناس مقدمه في حاجات اللي هو الزراع اللي هي الاطراف الصناعيه، يعني في ناس كتير مقدمه افكار حقيقه كلها جميله. الفكره ممكن تبقى الفكره موجوده قبل كده، لكن ازاي نوجهه انك انت تبقى مميز في حاجه معينه، هي دي النقطة. أكتر المشروعات اللي لفتت نظر حضرتك إيه؟ والسن كمان، سن المتقدمين كان تقريباً قد إيه؟ هو أصغر سن المتقدمين كانوا طلبة الجامعة سنة ثالثة، اللي هم من طلبة كمبيوتر ساينس، كانوا مقدمين أفكار للفي آر التكنولوجي، تفصيل علوم الفضاء من خلال الفي آر.
دي قال هو الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي فدي عشان احنا عندنا اكاديميه الواقع الافتراضي في الهيئه، فاحنا سهلنا لهم ان هم يستخدموا النظارات عشان يقدروا يعملوا بيها المشروع بتاعهم. فالحقيقه الطلبه لما عملوا كده وابتدوا يشتغلوا في المشروع بتاعهم يعملوا ابتدوا يطلعوا انتاج، فقلنا لهم بما ان انتوا هتعملوا حاجه مختلفه قدموا في المسابقه. فعلا قدموا مجموعتين، يعني مجموعه من 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 جامعه حلوان ومجموعه من الاهرام الكنديه. يعني احنا عاوزين نطمن على ده تحديدا مشاريع علوم الفضاء، يمكن العالم كله دلوقتي بيتجه لهذا النوع من المشاريع الفيرجوال رياليتي او الميتافيرس كمان تحديدا. فهل عندنا يعني نقدر نقول مبتكرين او اصحاب نماذج في هذا العلم تحديدا واختراعات نقدر ان احنا نواكب بيها التغيرات العالميه؟ بجد لان احنا في هيئه الاستشاره عملنا اكاديميه الواقع الافتراضي بايدي مصريه 100%، جهات مصريه هي اللي عملته وصممته، وابتكرنا حاجه لتبسيط العلوم للاستشعار والفضاء، حاجه جميله جدا. بدعو الناس كلها انها تيجي تشوفه حقيقي، حاجه تدعونا للفخر جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده. والحاجه الاحلى ان احنا مش فتحناها بس للاطفال انها تيجي تتفرج وتلعب وتتعلم، فتحناها كمان لصغار الباحثين وطلاب الجامعات ان هم يعملوا المشاريع البحثيه بتاعه التخرج بتاعتهم عندنا. فدي حاجه، والطلبه نجحت ما عملتش نفس المستوى بتاع المحترفين، لكن نجحت وعملت حاجه كويسه تستحق ان احنا نقف ونقول لهم برافو. يعني طيب ده بالنسبه لدعم مسابقه مبتكرون للشباب، هل مسابقه مبتكرون امامها اي عقبات محتاجه دعم اكتر، محتاجين حاجات اكتر نشتغل عليها في الفتره الجايه عشان نقدر نوسع الهدف ده ويقدر يشمل ناس اكتر وشباب اكتر؟ نفسي قوي ان التحكيم النهائي للمسابقه دي يبقى امام مجموعه كبيره من المستثمرين اللي ممكن يدعموا الافكار ويحتضنوا الشباب، مش هنعتمد على الجهات البحثيه بس او أكاديمية البحث العلمي، ممكن الشركات اللي ممكن تحضن الأفكار دي وتدعمها ونخرج بيها من نطاق أوسع وتجربة أشمل. فبالتالي نفسي تحصل حاجة زي كده، وإن شاء الله تشرفونا صباح الخير يا مصر، وإحنا بنعمل تحكيم نهائي للولاد دي، وإن شاء الله نطلع أفكار جميلة ومبدعين على مستوى عالي جدا في مصر. طبعا يا دكتوره غاده، اكيد فكره يعني كمان احنا بنضم صوتنا مع صوت حضرتك، لان احنا في عامل المجتمع المدني ومحتاجين تضافر من كل الجهات تحديدا في هذا المجال، تحديدا لما يبقى مجال تنموي، مجال بيهدف للاستفاده لدى الجميع. ففكره الشراكات مع القطاع الخاص، اعتقد ان دلوقتي اصحاب رؤوس الاموال اصبح عندهم فكر ونضج وعارف ان فكره الستارت ابس قد ايه بتجيب فلوس. صحيح. فدي ربط البحث العلمي بالصناعه حاجه مهمه جدا، ربط البحث العلمي بخدمه المجتمع حاجه مهمه جدا، والحقيقه ده الاتجاه اللي ماشي دلوقتي كلنا ماشيين فيه في هيئات البحثيه كلها، وان شاء الله نحقق حاجه محترمه وتفيد بلدنا ان شاء الله. اكيد يعني تكامل الجهود هو خلينا نقول المفتاح ان احنا نقدر نوصل فعلا لاهدافنا، اهداف التنميه المستدامه 2030 والجمهوريه الجديده بشباب مصر. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره غاده عطا نائب رئيس الهيئه القوميه للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، نورتينا. صباح الخير. شكرا. صباح الفل. شكرا لك يا دكتور.